شعب واحد، تاريخ واحد، لغة واحدة، وحرب لم تنتهي. قصة كوريا وكوريا باختصار، دولتان تعيشان اليوم حالة عداوة بعدما كانتا لقرون بلداً واحداً على كامل شبه الجزيرة الكورية. فما القصة؟ في العام 1910 احتلت اليابان كوريا ووضعتها تحت سيطرتها المطلقة، وأنهت النظام الإمبراطوري الذي كان يحكمها. مع اندلاع الحرب العالمية الثانية كانت كوريا واحدة من جبهاتها بعدما دخلت اليابان الحرب إلى جانب دول المحور في مواجهة الحلفاء. على مشارف انتهاء الحرب دخل الجيش الأحمر السوفيتي مع مقاتلين كوريين يقودهم كيم إيل سونغ إلى شمال كوريا، وحقق تقدماً سريعاً بدأت معه مرحلة نهاية الاحتلال الياباني. بعد أيام أنزلت أمريكا قواتها في جنوب كوريا، وكانت واشنطن قلقة من تقدم القوات السوفيتية ومن أن تصبح كل كوريا خارج نفوذها وتتبنى النظام الشيوعي. أراد الأمريكيون أن يرسموا منطقة لسيطرتهم في كوريا. جرى تكليف ضابطين شابين تنفيذ المهمة، فاستعانا بخريطة من مجلة ناشونال جيوغرافيك لرسم خط فاصل، واختارا خط العرض 38 الذي يمر في منتصف شبه الجزيرة الكورية تقريباً، ليكون الفاصل بين القوات الأمريكية والسوفيتية، وليصبح ذلك مقدمة لتقسيم كوريا. وضعت كوريا بعد الحرب تحت وصاية دولية مع وعود بإنشاء حكومة موحدة لها، لكن ذلك لم يحدث مع تصاعد التوتر والانقسام وبداية الحرب الباردة. في العام 1948 أعلن في الجنوب تأسيس جمهورية كوريا أو كوريا الجنوبية برئاسة سينغ مان ري، وشمالاً أسست جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بزعامة كيم إيل سونغ. لم تكن تمضي سنتان على تأسيس الدولتين حتى اشتعلت حرب بينهما، تدخلت فيها أمريكا لدعم كوريا الجنوبية بعدما كانت على وشك خسارة الحرب، ولاحقاً تدخلت الصين لدعم كوريا الديمقراطية الشعبية وإيقاف الهجوم الأمريكي شمالاً. كرست الحرب الانقسام وراح ضحيتها ملايين القتلى. جرى اعتماد المنطقة المنزوعة السلاح للفصل بين القوات المتحاربة، وأصبحت لاحقاً خط الحدود بين الكوريتين. انتهى القتال، لكن الكوريتين لا تزالان في حالة حرب رسمياً.